السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على النيماتودة. النيماتودة ما تشرحش فيها فيديو على السبورة غير واحد بس اللي هو الأسكاريس، وده مقصود عشان ما بس ايه تقوليش دي مش ريفيجن. النيماتودة هي قسمين، في قسم اسمه انتستينال نيماتود وده اللي عايش في الانتستين، في جزء اسمه وده سواء لارج او سمول انتستين، في جزء اسمه تيشو نيماتود وده ورقة تانية غير الورقة دي خالص. يبقى الورقة اللي قدامك دي هي النيماتود اللي عايش في الانتستين. نيماتود يعني ديدان الاسطوانية لان شكلها اسطواني، واسطوانة باللاتيني سترونجايلس، عشان كده هتلاقي كلمة سترونج دي على طول موجودة معاك. فسترونج هنا مش هيبقى قوي ولا حاجة، ده معناه ان هو اسطواني. فانت عندك الورقة قدامك في اسكاريس لامبريكويد، وبعدين في الترايكورز. الاسكاريس لامبريكويد هتسميها تعبان لان هي فعلا دي تعبان البطن، والترايكورز كرباك وهي فعلا شكل الكرباك، يعني هتلاقي هي عصايه كده تخينه وبعدين انتيريورلي كانه كرباك، فانت تخيل كده رسمه كرباك، هو ده كرباك بالظبط. ومقطع ترايك احنا عارفين يعني فلاجيلا، فكان في اي حاجه فيها ترايك كنا بنقول عليه فلاجيليتد، زي في البكتيريا في الجنرال بكتيريولوجي لما يقول لك مونو ترايكيت، لوفو ترايكيت، انفو ترايكيت، بيري ترايكيت. فمقطع ترايك دايما شعره او فلاجيلا، فده علشان فيه فلاجيلا كده فسموه ترايكورز ترايكوري. الترايكو سترونجايلس كلوبريفورم برضه ترايكو عشان فيه فلاجيلا، ترايكو سترونجايلس اسطواني. الترايكو سترونجايلس اكتب فوق اسم على الفاضي، تافه اسمه على الفاضي، يعني شوف بقى ترايكو سترونجايلس كلوبريفورم ومش عارف تحفظ الاسم، وفي الاخر هو اصلا المرض بتاعه تافه. انكل ستوما تقول عليه عمه دراكولا. ايه عمه ده يا دكتور؟ عشان تفتكر عمه انكل، فانكل ستوما هو ده دراكولا. طب هو ايه دراكولا؟ استوما يعني ماوث. الانكل ستوما الماوث بتاعه فيه تيث اند بليت زي دراكولا، شكله يخوف لما تشوف راسها في العملي، ودي بتخش عن طريق بنتريشن اوف سكن فتمص الدم وتعمل انيميا. يبقى كمان هو عرفنا حاجه ان الانكل ستوما بتمص الدم، وده اهم حاجه فيها. سترونجايلويد استريكولاريز، استريكولاريز يعني فيسز، سترونجايلويد اسطواني. سترونجايلويد استريكولاريز اكتب فيها القزم، وده فعلا القزم بتاع النيماتود. انتروبياس فيرميكولاريز لو هي عليك هتبقى دي الارمله الدبوسيه المفتريه، كل حاجه وحشه. الارمله لان هي بتنزل ارمله، الميل بتاعها مات. دبوسيه لان اسمها بين وورم، فعلا بتشك الطفل. مفترية لانها بتشكه تحت في الانس فتصحيه من النوم يعيط ويصوت والواد نفسيته تتعب جدا وعمال يهرش في الانس، فهي ارملة فعلا. ودبوسية لانها بين وورم، ومفترية علشان الحركة اللي عملتها في الطفل الغلبان وخلته يقوم بالليل يقطع في الانس بتاعته، مش عارف ينام، نفسه مسدودة ونفسيته تعبانة وبيخس من هو مش عارف ينام ولا ياكل. الاسكاريس لامبريكويد بتعمل ديزيز اسمه اسكاريزيس لان المان ديفنيتيف هوست. تعال نشوف اللايف سايكل بتاعتها. بيقول لك الديفنيتيف هوست بتاعها، بحب اكبر كده عشان نبقى شايفين كويس، الديزيز بتاعها اسكاريزيس، الديفنيتيف هوست مان اونلي، الهابيتات بتاعتها سمول انتستين، فنزلت في الاستول ادلت وايج. ادلت الام تقول لك الولد ابني منزل تعابين في الاستول لانها هي اسمها اسكاريس لامبريكويد، اويد يعني شبه. طب هي شبه ايه؟ شبه اللامبريسي اللي هي دوده الارض، ممكن تحفر في الطين فتروح مطلع دوده كده عشان يستخدموها طعم للسمك، هي دي اللامبريسي دوده الارض. فدي شكلها بالظبط، دوده طولها من 25 سنتي ل 30 سنتي، طويله جدا، فنزل تعبان في الاستول. فالدياجنوستيك ستيج ادلت ميل وفيميل، ميل وفيميل انستول. فنزل ادلت ايج انفيسز، ودي الوحيده في النيماتودا لو انت معاك موديول فدي كده الوحيده اللي معاك اللي نزل فيها ادلت، لكن لو انت نظام قديم فلا، انت في معاك الادلت كمان نزلت بس في ميل، بس كانت الانتروبياس نزل في ميل بس مش ميل وفي ميل. اوكي تعال نشوف الورقه تاني. فبيقول لك ان نزل ادلت وايج في الاستول، الايج نازله لك بثلاث اشكال، يا اما الدياجنوستيك ستيج بتاعتنا ايج، الايج نزلت لك يا اما فيرتلايزد او انفيرتايل. سواء فيرتايل او انفيرتايل بيبقى عليها ماميليشن، ممكن تفقد الماميليشن وساعتها نسميها ديكورتيكيتد. فيرتايل ده معناه ان الشخص انفكتد عنده ميل وفيميل وبيتزوجوا جوه بطنه وبينزلوا بيض فيرتايل. اما انفيرتايل معناه ان انت موتت الميل ولسه في فيميل عماله تبيض بيض ملوش لازمه. خلاص البيضه الفيرتايل حجمها 60 × 45، يعني الشيب بتاعها اوفال ثيك شيل، معلش زود هنا ثيك شيل ويز ماميليشن نوت ات ديكورتيكيتد. لو ديكورتيكيتد مش هيبقى فيها ماميليشن. لونها براونش اما تيور، هي ما فيهاش كتكوت ولا حاجه جوه، وان سيل
دي بتبقى 49 في 40 99 في 40 لونجر ونارور برضو ثيك شيل ويز ماميليشن براونش وبتحتوي على جرانيول مش سيل. بعد كده البيضه دي لما نزلت للانفايرمنت في الشارع لقت انترميديت هوست، لا الورقه دي ما فيهاش انترميديت هوست. في الانفايرمنت البيضه حصل لها ماتوريشن وطلعت فيرست ستيج رابديتي فورم لارفا ان ايج بعد اسبوعين. لو بتتكلم على التريكورس فالفيرست ستيج رابديتي فورم لارفا دي هتطلع بعد 3 اسابيع خلاص. طب نكمل بتاع الاسكارس، عملت الفيرست مولت، احنا اتفقنا ان في 4 تحورات، اخر تحور التحور الرابع او الفورث مولت تبقى ادلت. فلوجيك انها تعمل الفورث مولت عند الهابيتات، يعني هي مش تعمل التحور الاخير ده وتبقى ادلت غير في الهابيتات السمول انتستين. تعال نشوف التحورات بتاعتها، التعبان ده واتعمل التحور الاول بتاعه في الشارع فيرست مولت فداك سكند ستيج رابديتي فورم لارفا. فبيقول لك عشان كده نو اوتو انفكشن. ليه نو اوتو انفكشن؟ لان البيضه دي ما تعرفش تعمل لك انفكشن، لازم الاول يحصل لها ماتوريشن لحد ما تديك فيرست ستيج ثم سكند ستيج رابديتي فورم لارفا. الانفكتيف ستيج نفس البيضه بس الكونتنت مختلفه، سكند ستيج رابديتي فورم لارفا نفس البيضه بالظبط، نفس المواصفات دي هتكتبها هنا خلاص، ولكن سكند ستيج يبقى الانفكتيف ستيج ايه؟ امبريونيتد ايج. طيب والدياجنوستيك ستيج اماتيور ايج، يبقى في فرق بين الدياجنوستيك والانفكتيف ماشي. بعدين المود اوف انفكشن، انجيشن اوف فود كونتامينيتد ويز او ايج كونتامينيتد، سواء بقى امبريونيتد ايج كونتامينيتد فود كونتامينيتد فود او ووتر او هاند تو سويل او هاند فروم سويل ماشي. خدت البيضه دي ايه اللي حصل؟ البيضه اول حاجه اللارفا هتهاتش في السمول انتستين، تمشي في السيركيوليشن، توصل اللنج، تعمل التحور الثاني والثالث في اللنج. كده ناقص لها التحور كام؟ الرابع. طب الرابع بتعمله فين؟ في السمول انتستين. تروح طالعه من اللنج على البرونكاي التراكيه، ومن التراكيه في النيزوفارنكس راح تدخل لك في الاسوفيجس ورا، بعدين رحت انت بلعها نزلت عدت على الاستومك السمول انتستين، وصلت للسمول انتستين تعمل الفورث مولت وبقت ادلت. وده شرحناه على السبوره. فبعدين اللارفا هتهاتش في السمول انتستين، خرج راحت السيركيوليشن لللنج، عملت السكند والثيرد مولت للتراكيه للفارنكس للسمول انتستين، فعملت لك التحور الرابع فادلت. ثم بعد كده الهيفي انفكشن، الهيفي انفكشن يعني هي ممكن تعمل اسيمتوماتيك. طب لو في هيفي انفكشن لا بيبقى على حسب بقى، اثناء اللارفا مايجريشن وصلت لللنج تعمل لوفلر سيندروم. طب يعني ايه لوفلر سيندروم؟ هناخده قدام خلاص. طيب يبقى اللوفلر سيندروم اللي هي الفيرمينس نيمونيا دي ناتجه عن ان اللارفا مشيت من السمول انتستين وراحت اللانج لما راحت تعمل التحور الثاني والثالث. طب الادلت وهو في السمول انتستين عندك تعابين في بطنك، في تعابين ماليه البطن عماله تاكل، فحتى الطفل لما تلاقيه رفنع كده بيقوم ايه هو الواد ابنك دوت في عنده تعابين في بطنه؟ في تعابين بتاكل الاكل بتاعته؟ تقصد ايه بالتعابين؟ ايوه بتبقى بتتكلم بجد وتقول لها اديله شربه للتعابين. طب ايه الشربه بتاعت التعابين؟ اللي هي الاسكاريس لامبريكويد. فياكل اكله فيبقى الولد عنده نوزيا وفوميتنج وداريا وكوليك بيبقى ان في حاجه مضايقاه في بطنه، لكن يبقى عنده مال نيوتريشن ويت لوس ويبقى باين عليه اعراض المال نيوتريشن. الكومبليكيشن بقى تروماتيك افكت اللي هو انيوجوال سايت، ان هي راحت عملت مايجريشن لمكان مختلف، فممكن تعمل لك جوندس صفرة وزايده وخانقه وترجيع، ممكن تعمل جوندس، تعمل ابندسايتس، تعمل سفوكيشن، تعمل فوميتنج. طب والتوكسيك افكت تعمل لك ازمه وارق وتشنجات مع هرش ووشه مورم، ازمه ارق انسومنيا تشنجات سيجرز او كونفولجن مع هرش بيريوريتس او اتشنج وشه مورم فيس اديما. الدياجنوزيس بتاعك العادي اللي هو هيستوري الريفيلنت قوي، كلينيكال بيكتشر عنده مال نيوتريشن او فيرمينس نيمونيا او حاجه من الحاجات دي. بعدين لابوراتوري دايركت واندايركت، الدايركت هتلاقي فيه ايج انستول، طب الايج شكلها ايه؟ شكلها كده، دي الدياجنوستيك ستيج. بعدين هتلاقي زينوفيليا 30 ل 50% لانها عملت مايجريشن. واخيرا 4 الراديشن هتلاقي جاز فيلد لوب. العلاج بتاعك ميبندازول، الجرعه دي للاسف غلط. الميبندازول 1 في 2 في 3، وشرحنا على الصبور يعني 1 في 2 في 3، كبسوله واحده مرتين في اليوم لمده 3 ايام، او معلقه واحده مرتين في اليوم لمده 3 ايام. بايرينيت بمويت وبيبرازين سيتريت اوكي. بعدين بعد كده الترايكوريس ترايكوري، الترايكوريس ترايكوري اللي هي الكرباك. الكرباك انا بحب اروح راسم هنا برميل
عارف البرميل اللي هو بتاع علاء الدين وبتاع اسمه ايه ده الاربعين حرامي دوت، ماشي؟ هو بيبقى البرميل الخشبي ده بيبقى عامل كده، وفي من فوق غطا ومن تحت غطا، فالبيضه بتاعته شبه البرميل. فانا بحب ارسم هنا برميل وفي كرباك عشان اربط الكرباك اللي هي الترايكورس تريكوري بالبرميل، ماشي؟ طيب تعال نشوف بقى. الترايكورس بتعمل ترايكورييزس، الديفنت بوست بتاعها مان اونلي، عايشه في اللارج انتستين، لارج مش سمول. طب فين تحديدا في اللارج انتستين؟ في السيكم، في السيكم مهم ام اس كيو. بعدين البيضه بتاعتها راحت منزلك ايج انستول، ده الدياجنوستيك ستيج 50 في 25 بارل شيب شبه البرميل، بارل شيب ثيك ويز تو بالك، تو بالك او تو بول بروميننت، براونش اماتيور، وان سيل فيها اماتيور سيل. البيضه نزلت في الاستول، ايه اللي حصل لها؟ نزلت في الاستول حصل لها ماتوريشن لفيرست ستيج رابديتي فورم لارفا بعد 3 اسابيع، واخرها هنا خلاص الانفايرمنت خلصت. عشان كده الانفكتيف ستيج بتاعتها عباره عن ايه؟ عباره عن ايج فيها فيرست ستيج لارفا. طب هنا لا، سكند ستيج، لانها عملت تحور في الشارع. طب الترايكورز عملت اي تحورات في الشارع؟ نيفر. امال هتعملهم فين؟ لا ده جميل قوي، البيضه دي بصراحه سهله ومريحانه في اللايف سايكل. راحت عملت كل التحورات بتاعتها في الهابيتات، الاربعه مولت اتعملوا في الهابيتات. فدي يا دكتور عملنا انجيشن لاكل بيحتوي على ايج فيها فيرست ستيج جراديتي فورم لارفا، اللارفا هتهاتش في السمول انتستين، واللارفا تبدا تمشي لحد ما توصل للسيكم، عند السيكم تعمل الاربع تحورات بتوعها وتديك ادلت. سهله، لايف سايكل سهل، مش العك بتاع الاسكاريس اللي كان على السبور. طب بعدين المايلد انفكشن والمودريت انفكشن ما تعملش حاجه في الغالب. فالمايلد او مودريت انفكشن ما تخافش منها، في الهيفي انفكشن. الهيفي انفكشن بيقول لك تعمل تعنيه وزايده وانيميا وحاجتين نازلين، الوزن والمستقيم. تعنيه يعني ايه؟ تعنيه يعني ايه؟ ديزنتري. برافو عليك. والديزنتري احنا قايلين انت الدودات او البكتيريا تعمل ديزنتري لو الهابيتات بتاعها لارج انتست. طب اطلع بعينك فوق كده هتلاقي لارج انتست. برافو. طب ماشي يا دكتور. طيب وبعدين تعنيه يعني ديزنتري، والديزنتري يعني 4 كلمات، ميوكس بلاد ضياريه تينيسموس، وزايده ابندسايتس، وانيميا، انيميا هنعرفها كمان شويه، بتعمل برينيشيس انيميا او ماكروسيتيك هايبر كروميك انيميا او مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا من البلاد لوس، وحاجتين نازلين الوزن ويت لوس، والمستقيم بيحصل ريكتال برولابس يعني الولد يخرج منه حاجه من الانس، حاجه حمر. ايه ده يا دكتور؟ ده الواد مصارينه بتطلع منه. ايه المصارين دي يا دكتور؟ ده الريكتم. امه تقول لك وبدخلها له كده. الريكتال برولابس دي انت خدتها مرتين، ريكتال برولابس في الشيستوزوما مانسوناي، وهنا ريكتال برولابس في الترايكوريس ترايكوري، مش هتاخدها تاني ولا تسمعها تاني غير في الجراحه. خلاص يبقى الريكتال برولابس معاك في نقطتين. هنا دايجنوستيك في المانسوناي، مش هي اللي هتيجي في الكيس عشان نشخص. لكن لو جاب لك طفل وبيقول لك ان في ريكتال برولابس، فور شور هتلاقي ان الاجابه في الام سي كيو ترايكوريز. المانسوناي في حاجات تانيه ممكن يتكلم عليها. يبقى يا دكتور تعنيه وزايده وانيميا وحاجتين نازلين، الوزن والمستقيم، الوزن ويت لوس والمستقيم ريكتر برولابس نازل. الانيميا بلاد لوس تعمل مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، او التوكسين بيعمل هايبر كروميك انيميا. التشخيص بتاعك بروكتوسكوبي، منظار للريكتم وهو نازل ديورنج البرولابس، وحاجه اسمها كارت ليدن كريستلز، هي حاجه نون سبيسيفيك بس بتبقى موجوده هنا. والعلاج ميبندازول بنفس الجرعه 1 في 2 في 3. طيب بعد كده تعال نشوف الترايكوسترونجايلاس كولوبريفورم. الترايكوسترونجايلاس كولوبريفورم اسم على الفاضي، وهنعرف يعني ايه اسم على الفاضي دلوقتي. تعمل ترايكوسترونجايليزس، بتيجي للمان والهربيفرس انيمال، عايشه في السمول انتستين تحديدا الديودينوم، الايج بتاعتها شبه بيضه الفرخه كده، ماشي؟ بوينتد من ناحيه وراوند من ناحيه، 80 في 40 اوفال ات وان بول، بوينتد ات وان بول، ثين شيل، ترانسليوسنت مميزه شويه، عندها اماتيور 32 سيلز. لو عديت الخلايا دي عدهم كده، عديتهم دول بقى 32 خليه بيسموها موريلا. موريلا يعني تجمع من الخلايا. بعدين البيضه دي لما نزلت في الاستول الايج هات ماتيور وتهاتش، وبعدين وتديك فيرست ستيج رابديتي فورم لارفا، بعدين تعمل فيرست مولت
خد بالك اول مره البيضه تفقس، البيضه ما كانتش بتفقس كده على طول، ففي عندك الاثنين الاولانيين البيضه ما فقستش، لكن هنا البيضه فقست، في ثاني اثنين البيض فقس، البيض عمل هاتشنج فطلع فيرست ستيج رابديتي فورم لارفا. هو يا دكتور يعني ايه رابديتي فورم؟ هو رابديتي فورم يعني الصولجان، عارف الصولجان؟ عارف الملك كده بيبقى ماسك بتاعه في ايده؟ عامل كده وبعدين عامل كده. ده شكل الاسوفيجاس بتاع اللارفا، علشان كده هو لو انت كبرت الاسوفيجاس كده يعني معلش الصوره مش واضحه قوي ماشي، فهو شكل الصولجان الملك بيبقى شايله ده، الصولجان حاجه عامله كده وبعدين معقوده وبعدين عامله كده ماشي، ده اسمه صولجان، فعشان كده سموها رابديتي فورم لارفا. الرابديتي فورم لارفا عملت التحور الاول في الشارع، ادتك فيرست ستيج رابديتي فورم، ادتك سكند ستيج رابديتي فورم لارفا، بعدين عملت التحور الثاني في الشارع فادتك فيلاري فورم لارفا. فيلاري فورم لارفا الاسوفيجاس بتاعها بتاع الفلاريا خلاص، دي بتبقى 7/10 مللي انشيزد اهو الشيس اهو، وفلاري فورم اسوفيجاس شبه بتاع الفلاريا وبوينتد اند، دي الفلاري فورم لارفا اللي هي الانفكتيف ستيج. يبقى انت هيجي لك انفكشن مش ببيض، لا ده لارفا. طب اللارفا هتدخل لك ازاي؟ في الترايكوسترونجايلس كولوبريفورم تدخل لك مع الاكل، تعمل التحور الثالث والرابع في السمول انتستين وتديك ادلت. طب بعد ما تديني ادلت يا دكتور عملت ايه؟ الهيفي انفكشن، يعني بص بقى يعني هي المايلد والمودريت انفكشن مش هتعمل حاجه، ما هو بقول لك اسمع على الفاضي على الفاضي ما بتعملش حاجه. في الهيفي انفكشن هتعمل لك دايريه، الهيفي انفكشن عملت لك دايريا وممكن بليدنج فيديك شويه انيميا وسدت نفس، فعملت نوزيا وفوميتنج ودايريا وكوليك، مفيش حاجه مميزه خالص عليها، عادي زي اي دوده تيجي في البطن خلاص. العلاج بتاعها فيابندازول لمده 3 ايام ماشي، وممكن رقم 2 كمان اللي هو البايرينيت بامويت. طيب بعد كده بقى الانكليستوما دراكولا، لا ده شرس ده لازم بص كده يعني نركز معاه. الانكليستوما ديودينال اسمها هوك وورم، اسمها هوك وورم، انت بقى تخيل دراكولا وطالع منه هوك كده زي القراصنه ماشي، فالهوك وورم او الانكليستوما ديودينال اللي عندها بليتس وهوكس عشان تمص دمك، او بتعمل انكليستومييزس. الديفنت بوست بتاعها مان عايشه في السمول انتستين تحديدا الجيجينم، البيضه بتاعتها مربعه وفيها اربعه مربعه وهي 40 في 60 مايكرون وفيها اربع خلايا، بتبقى اوفال ويز راوندد بول ما فيهاش بوينت خالص، لا هي اوفال اهي زي ما انت شايف، وثين شيل ترانسليوسنت وفيها اماتيور فور سيل. طب عملت ايه؟ نفس اللي حصل في الترايكوسترونجايلس، الايج ماتيور وتهاتش وتطلع فيرست ستيج رابديتي فورم لارفا، تعمل التحور الاول والثاني في الشارع فتديك فيلاري فورم لارفا. طب تدخل لك ازاي؟ عن طريق الاكل؟ دراكولا بيجي لك في الاكل؟ لا دراكولا في السكن بيعضك من هنا كده عشان يمص الدم، فدراكولا يا دكتور دخل عن طريق سكين اند ميوكس ممبرين بنتريشن بالفلاري فورم لارفا اللي هي الانفكتيف ستيج. طيب بعدين هيعمل الثاني والثالث والرابع زي اللي على الفاضي ده اللي ما عملش حاجه؟ لا ده راح جاي رايح عامل التحور الثالث في اللنج، وراح عامل لك لوفلر سندروم زي الاسكاريس، وراح عامل الرابع في السمول انتستين، فعمل التحور الثالث في اللنج والرابع في السمول انتستين عشان يديك الادلت. وصلت؟ ماشي. يبقى اللايف سايكل بتاعته فيها حته شبه الترايكوسترونجايلس بس في مايجريشن، وطالما حصل مايجريشن يبقى هتعمل لوفلر سيندروم. مش هشرح كلينيكال بيكتشر غير لما نتكلم على الاسترونجايلويد ستريكولاريز. الاسترونجايلويد ستريكولاريز بتعمل كوشن تشاينا دايريا، وده سؤال ممكن يجي لك ام سي كيو، الكوشن تشاينا دايريا ده ركز اهو، كوشن تشاينا دايريا ده مين يا دكتور؟ او استرونجايلودييزيس. الديفنتيف هوست بتاعها مان ودوج ومونكي وعايشه في السمول انتستين. الدياجنوستيك ستيج الاول مره هقول لك ان الدياجنوستيك ستيج لارفا، ليه يا دكتور هي الدوده دي بتولد؟ لا ما بتولدش، بس الايج بتاعتها سريعه الهاتشنج، الايج ماتيور ماتيور ايج وبتهاتش قبل ما تنزل في الاسطول، فمستحيل تحصل على البيضه دي غير لما تدي الراجل ده سترونج بيرجتيف ملينات شربة تلين وتنزل الاسطول بسرعه فينزل لك ايج، صعب جدا انك تشوف ايج، فما فيش ايج. امال نزلت ايه؟ ده البيضه فقست ونزلت لك اللارفا على طول، وهنا هتعمل لك مشكله تعرفها كمان شويه. الدياجنوستيك ستيج الوحيده اللي عليك انها تكون لارفا اول مره في حياتك تسمعها هي رابديتي فورم لارفا اوف سترونجايلويد ستريكولاريس، شوف قزم بس جبار يعني.
نزلت لك اتنين لارفا 2/10 ملي والشورت باكال كافيتي اند رابيديتي فورم اوسوفيجس بلانت تيل اند، يعمل لك يا اما دايركت سايكل يا اما اندايركت سايكل. ايه الدايركت سايكل؟ ان الفيرست ستيج رابيديتي فورم لارفا تعمل التحور الاول والثاني في الشارع وتديك فلاري فورم لارفا. الفلاري فورم لارفا شكلها ايه؟ 6/10 ملي انشيزد، مش زي دي انشيزد، وفيها فلاري فورم اوسوفيجس ونوتش التيل خلاص، والفلاري فورم يدخل لك عن طريق سكين وميوكس ممبرين. نفس النقط دي اقصد الكلام ده. ماشي. النقطه الثانيه اندايركت سايكل اللي هي ايه؟ اللارفا عماله تدور على السكين عشان تخش في رجليك ولا اي حاجه مش لاقيه. عارف انت الواد اللي في الحاره بيلعب في الطين ده، الطين ولا في الارض ولا خلافه، الطينه دي الطينه هيخش له منها اللارفا سكين بنتريشن وتعمل له انفكشن. طب عماله تدور ما لقتش. تخيل لأول مرة برضو تسمع الحركة دي، أول مرة تسمعها. اللارفا هتكبر في الشارع وتعمل أدلت ويروح يخطبها ويتجوزها وبعدين يخلفوا بيض تاني والبيض يفقس ويطلع لارفا واللارفا تكبر. إيه ده، فري ليفنج؟ مش عايزاني أصلا؟ آه. أول دودة مش تسمعها تاني إن الدودة تبقى عايشة فري ليفنج. فري ليفنج يعني يا دكتور عماله تبيض بقى لحد ما تطلع رابيديتي فورم لارفا فتقابل رجلك فتخش فيها فتعمل لك انفكشن. يبقى هي يا دكتور عملت حاجه غريبه جدا اسمها اندايركت سايكل، اللي هي ان الفيرست ستيج رابيديتي فورم لارفا تعمل الاربعه مولت في الشارع وتديك فري ليفنج في ميل اند ميل، وتنزل لك ايج والايج تطلع رابيديتي فورم لارفا واللارفا تبقى فلاري فورم لارفا وهكذا وتفضل عايشه في الشارع لحد ما انت تقابل الفلاري فورم لارفا فتعمل لك انفكشن. خلاص. هنا بقى يقول لك ان انت ممكن يحصل اوتو انفكشن. الاوتو انفكشن اللي بتحصل مع السترونجايلويد استريكولاريز بتحصل بشكل من شكلين. الاوتو انفكشن ايه بقى؟ يا اما انترنال اوتو انفكشن يا اما اكسترنال اوتو انفكشن. الحته دي ركز معاها قوي. الانترنال اوتو انفكشن اعلم على كلمه ميكوزا. طب والاكسترنال اهو فين؟ سكن. لو الفلاري فورم لارفا دخلت لك عن طريق الميكوزا من جوه ساعتها يبقى اسمها انترنال اوتو انفكشن. طب لو دخلت لك عن طريق البري انال سكين، يعني الواد عنده كونستيبيشن فالستول واقف كده عند السكين راح جاي عامله بنتريشن للسكين، يبقى دي اسمها اكسترنال اوتو انفكشن. طب لو من الميوكس ممبرين من جوه يبقى اسمها انترنال اوتو انفكشن. يبقى الحد الفاصل بتاعك هو سكين ولا ميوكس ممبرين؟ لو دخلت من الميوكس ممبرين يبقى انترنال، لو من السكين يبقى اسمها اكسترنال اوتو انفكشن. عشان تقعد تقرا كلام كتير هو محتاج تشد خط هنا وخط هنا بس. خلاص؟ ماشي. بعدين خط فين يا دكتور؟ اهو هنا اهو. الكلمه دي مهمه والكلمه دي مهمه. طيب خلصنا اللايف سايكل وعرفنا بيوصل ازاي؟ اه. طيب تعالى نشوف، عملت طبعا نفس المايجريشن وكل حاجه. تعالى نشوف بقى الديزيز. الديزيز سكين ليجن، الاثنين بيعملوا لك حاجه اسمها جراوند اتش اند ديرماتيتس وإريثيما وماكيولو بابيول. فين يا دكتور السؤال؟ السؤال هيقول لك مين اللي بيعمل جراوند اتش؟ جراوند اتش او ديو اتش، ديو اتش او جراوند اتش، الاثنين هم يا دكتور الانكليستوما والسترونجيريد استريكولاريس. طيب مين يا دكتور اللوفلر سيندروم؟ يعني ايه لوفلر سيندروم؟ بيتعمل بالثلاثه اللي عملوا مايجريشن. طب مين الثلاثه اللي عملوا مايجريشن؟ لو انت راجل بتاع كاريكاتير هترسم بقى ايه دراكولا وماشي معاك قز ماشي ومعاك تعبان كده عشان يخوف بيه الناس، تعبان حوالين حوالين رقبته كده، فكده يبقى معاك دراكولا تعبان ماشي وماسك في ايده القزم ورايحين فين بقى؟ رايحين اللانج. دول اللي قالوا لوفلر سيندروم، دراكولا والتعبان والقزم. عملوا لوفلر سيندروم اللي هو عباره عن فيرمينس نيمونيا، وقلنا فيرمينس يعني ايه؟ يعني دودي. فالفيرمينس نيمونيا عباره عن كحه وديزنيا وهيموبسيس وشيست بين، واحد صدره تعب ماشي كلام كله، اه بيكح وصدره بيوجعه بيكح دم، كلام مش محل اسئلتنا. لما تعمل سبيوتم اكزامينشن هتلاقي بلاد وايزينوفيل ولارفا. فلما يقول لك ان احنا واحد بيكح وعنده فما تقعدش بقى ما تهربش على مايكرو ولا اي حاجه ثانيه، لا طالما الكلام ده فهو فيرمينس نيمونيا اللي اسمها لوفلر سيندروم. والاكس راي هتلاقي فيه سكاتر دموتنج، فيه بقى ايه انفلاميشن ولارفا. الانتستينال ليجن نوزيا وفوميتنج وداريه وكوليك ومال ابسوربشن. لو هي انكليستوما لا ده عماله تمص في دمك فهتعمل ايه؟ هتعمل لك مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا اللي هي ايرن ديفيشنسي انيميا. اللي بيساعد الدوده في الكلام ده ان الورم بتسكريت انتي كواجلنت عشان تسهل الابزوربشن، والدوده الواحده بتمص نص مللي جرام في اليوم. الاسترونجايلويد استريكولاريس ممكن يعمل ديسيمينيت الديزيز لو المريض عنده ايدز، لو مريض امبيرد اميونيتي فيكتر اللارفا ويعمل اوتو انفكشن وتلاقي الشخص عنده بكتيريميا ويموت.
ليه؟ لان اي بكتيريميا معناها مننجايتس ونيمونيا. انا بكرر الكلام ده كتير. بكتيريميا يعني بكتيريا ماشيه في الدم، فطالما قلت بكتيريميا يعني تعمل له مننجايتس ونيمونيا واندوكاردايتس واوستيومايلايتس. خلاص، ده الديسيمينيتد ديزيز يحصل مع الامبيرد اميونيتي في حاله زياده الايه، هتلاقي لارفا بقى كترت وانفكشن كتيره وخلافه، ويعمل لك جرام نيجاتيف بكتيريميا. بيقول لك بقى ان احنا ممكن تربي الدوده دول عندك في المزرعه. طبعا انت يا دكتور عمال ما تتكلمش والنبي على الدياجنوز خالص ليه؟ حبيبي ما هو الدياجنوزس انك تلاقي البيضه اللي احنا اتكلمنا عنها في الدياجنوستيك ستيج تحت في الاسطول، فعشان كده مش هتلاقي دياجنوست مكتوب اصلا. ولكن بس ان انت تبقى عارف ان انت ممكن تزرع بقى عشان تربي ميل وفيميل. ما هو انت بيعيشوا فري ليفنج، ما انتش محتاج لهم هابيتات خالص ولا هوست، فممكن تربيهم عندك على مزرعه وتقعد تتفرج بقى على اللارفا شكلها ايه. يعني انت تاخد عينه الاسطول وتحطهم على مزرعه وتقعد تتفرج بقى براحتك لحد ما تشوف الادلت بتاعك. طبعا ليها طرق كتيره بس بعيد عنك يعني خالص. بتدي له ثيابندازول واليبندازول ويقرر علاج بعد اسبوعين علشان اوتو انفكشن. وده مهم، امتى هتكرر العلاج؟ بعد اسبوعين في حاله الاوتو انفكشن، علشان بسترونجايلويد ستريكولاريس دي الاوتو انفكشن اللي قابلتك حتى الان.